السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا خبر جديد، وفاة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي عبد الله ابن محمد مرسي، أثر أزمة قلبية بمستشفى الواحة بحدائق الأهرام. الناس كلها مستاءة من الخبر، واللي بيقول ان هو اشتاق له، اللي بيقول ان هو راح له، يعني راح لباباه يعني، وان هو ارتاح، ربنا يصبر أهله ويصبر مامته. ومش هنقدر نقول أي حاجة تانية غير إن هم ربنا يصبرهم على رحيل ابنهم. طبعا كل الصحف والسوشيال ميديا ذاعت الخبر، والقنوات الفضائية ذاعت الخبر عن وفاته، والحسابات والمواقع التواصل الاجتماعي ذاع برضو نقل خبر وفاته. وفي البعض ان هو اشتبه في شبهة جنائية في الحادث، بس هو اصيب قبل كده بأزمة قلبية سابقة حزنا على وفاة والده في شهر 6. وشقيقه الاصغر عبد الله كان يقود سيارته واصابته تشنجات مفاجئة، لنقل اثرها مباشرة من المستشفى، ولم يستطيع الأطباء تنشيط عضلة القلب التي كانت أصلا قد توقفت. احنا يا جماعة مبنشمتش في الموت، والله يرحمه ويصبر أهله ويصبر ذويه الصبر والسلوان، وإن شاء الله هتجتمع الخصوم عند ربنا ومحدش يشمت في الموت أبدا. هو عبد الله ابن الرئيس الراحل محمد مرسي، ابنه الصغير. الرئيس محمد مرسي توفى في شهر 6، كان بيتحاكم، وتوفى وهو بيتحاكم في المحاكمة، أغمى عليه وتوفى. عبد الله ابن محمد مرسي كان عليه قضية في 2015، اتهموه بتعاطي المخدرات هو وواحد صاحبه. دفع غرامة قيمتها 10,000 جنيه، وقضى سنة في السجن. الله أعلم دي كانت متلفقة ولا دي كانت حقيقة، يعني القضية دي كانت متلفقة ولا حقيقة. هو قضى فعلا المحاكمة بتاعته، كانت سنة في السجن، وخرج يعني، وخرج منها، وكان مفرج عنه يعني. الله يرحمه ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويصبر أهله ويصبر مامته، وربنا يصبرهم على كل اللي بيحصل لهم ده.